ليش بطريقة كويسة؟ تدي مرحلة ثانية أنت تختار عمال يصاحبك. ما تختار شيء تتمناه، تختار شيء يناسبك حسب الباك جراوند بتاعك. في حاجة ما تقبلونا بها. لأنه ما عندك شيء، ما عندك ما عندك المتطلبات اللي عندك. ليس أنك تختار الشيء يناسبك. فأصعب شيء بالتقديم ستيل ربما تقدم حوالي شيء أصعب شيء أنك تختار المناطق يناسبك. ودي ما عايز انا يعني ازود اتكلم مع ناس كتار وفتيش ويقرا وغالبا بيصرف. فانا الكونكلوجن بتاعتي هنا انه الفرص بنحتاج نزيد الاويرنس بتاع الناس. الناس يعني زي المبادره دي وزي كل المجهودات اللي بتعملها الكورونا بتزيد الاويرنس بتاع الناس انه الفرص وزي الورشه دي الناس تعرف انه الفرص وانه يقدموا. ما فرص دي يزيدوا بحالهم. انا ممكن يساعد يعني انا بدل يعني بفتح فرصة ايش ما بدي اقول اسمع لي واحد يقول لي الاستاذ يقدر اصلا يقدر. ف يعني الناس تحاول انك تحاول تلقى فرص وانسى انك تقدر تبرع وما تحل العالم. لو جاء روح تعرف انك تحط عليه من الروح تتعلم. ما تخلي الروح انه يعمل ايش مثلا يكون يصفي فيما يقول يخليك مثلا يعني خلاص يا موضوع ما حالي فرصه كده. الشيء الثاني انه الكبار دي المفروض الناس تجي شويه كبار ابلكيشن لازم تقول ويتيك الموضوع بس مثال بتاع زمان الموضوع مثال بتاع كاكاو مثال بتاع مثال بتاع زمان ما محتاج تكون عبقري ولا شغله محتاج تكون انك تقعد وتشوف الريسورس الموجوده حولك وتفهم منها. طيب ده بالنسبه للماجستير كويس. بالنسبه للدكتوراه الدكتوراه شويه مختلفه. الدكتوراه في معظم الغرب هي عباره عن وظيفه لان انت تعمل 5 سنين والناس اغلبيه اعمارهم هي فوق 25 سنه فبالتالي يشتغلوا يعني فكون له مسابقه فهي عباره عن ما بتحصلش يعني الريسيرش مثلا زي الريسيرش احنا في مقترحات انا بشوف والله يعني انا لو اشتغل مثلا في الـ في الـ في الناس هي ريسيرش بتاع موبايل كوميونيكيشن في مثلا معين في الناس هي ريسيرش بتاع موبايل كوميونيكيشن فبقوم بقي المقترح بتاعي وبرسله للاتحاد الاوروبي او برسله ل عندنا مجلس الطلبة عند هوتسون الواي ولا بريسوري فاونديشن وبنتظر بطلب مبلغ معين. المبلغ اللي بطلبه ده بفسره انه في طلاب دكتوراه كذا طالب دكتوراه وكذا مصدر في الريسيرش وكذا. لو نجحت في المنافسه يعني واخذت الطلب اتمول بعدها بنعمل يعني بيقولوش في الاجي بعدها بنتاج بدعم على الوظائف. دعم على الوظائف هي شيء سيلز. الوظائف بنعمل عنها وين؟ بنعمل عنها في ريسيرش جيت، بنعمل عنها في لينكد ان، بنعمل عنها في الويب سايت بتاعت الريسيرش انستيتيوت. انا شغال في ريسيرش انستيتيوت اسمه سيميولا ريسيرش لابتوري. فانت لما تعمل ماستر لو في السودان لو في خارج السودان بتكتشف فيك بتصل لنقطه انك والله يا اخي انا يعني انا مخليك بس اشتغل ريسيرش في اريا فلانيه. بعدها بتبدا تفتش المعامل او والمجموعات البحثيه شغاله في المساله دي وانت تتابع الويب سايت بتاعهم تشوفهم لما يفتحوا وظائف. فانت في الريسيرش لو مشيت ريسيرش جيت يعني دي واحده من الحاجات اللي انا شفت فيها ريسيرش انا ريكومند انك تبدا تعمل بروفايل في ريسيرش جيت عشان تقدر تشوف الاعلانات والوظائف كده وفي لينكدين برضه. لما تجينا طلبات نحن ما في تميز الطلب جاي من وير انت عايز الطلب. الزول يبدا الماستر بتاعه من وير البكالوريوس من وير ما عندنا عين الجامعه شنو العين الدرجات في البكالوريوس العين الدرجات في الماستر العين الدرجات. يعني انا بدي اذا كنت في الجامعه بس انا بقول لك الدرجات مهمه. الدرجات اهم حاجه انت لو تطلع مع البكالوريوس هنا انت المفروض شغلك شنو؟ 8 ساعات شغلك شنو؟ المفروض انك في شغلك يعني لو برا شغال 8 ساعات حاجه ثانيه وما عندك شغل مش بتوقع. فالدرجات اهم شيء في البكالوريوس تكون في درجات كويسه. اظن هذا في البكالوريوس ما نهايه ما نهايه عندك فرصه ثانيه تصلي ايش الماسترز ممكن تصلي في الماسترز بنعين الدرجات بنعين الكان اللي كان الزول القديم لازم يعني يبرر انه هو يقدر يسلك كباس. كيف طبعا انك تسلك كباس؟ في طريقتين. الطريقه الاولى انك في الماستر بتاعك اللي تشتغل الثيسس الاوتكم المحصله بتاعت الثيسس دي بتاعت البحث في مصر هي 12 قواعد علميه. فانت لما تشوف قواعد علميه بتوضح لك بتوريك انت بتفكر كيف بتوريك انت بتفكر بطريقه علميه وبتشوف. فيعني البحث بتاع الناس بيعملوا ماجستير او الناس بيعملوا ماجستير البحث بتاع الماجستير ده
طول ده وافر ممكن تشرب، ما فيهوش كده تشرب. وزي ما الدكتور عمر كان في ورش في حتت مجانا، في حاجات اسمها اوبن اكسس، ما اعرفش ان ما عليش المسجد. ف يعني الانسان يحاول يشرب، لازم يعمل ماجستير، يحاول يعني يتعامل مع البحث عن الماستر كحاجه مهمه، ما بس حاجه مهمه، ما بحث تكميلي. يعني هنا بيقولوا بحث تكميلي. فالبحث هو الاساس لانك تاخد بي اتش دي كده. فدي الدليل اللي كانت تورينا الابيلتي دي. وما بيقول لك كان اسمه باكستان ولا بنغلاديش ولا غيره، بيقول عليه اربعه خمسه سته بابليكيشنز ولسه ما بقى بي اتش دي ستودنت. فدي حته مهمه. الشيء الثاني بنعاني من سترونج كوميونيكيشن او رايتنج سكيلز. الثاني بيعرف كويس بالانجليزي، دي حاجه مهمه شديد. برضه حاجه كتير علمها. الشيء الثاني كوميونيكيشن سكيلز، خصوصا لو انت يعني الامور كده سهله من زمان. في التسعينيات لما كنا بنقرا ما كان الاكسس للانترنت للمحطات التلفزيون والماتيريال اللي كان بسيط بالمقارنه بس. فالبي اتش دي ببساطه شديده ممكن تقدم البي اتش دي من السودان، لو انت اتخرجت من السودان يعني عملت الماستر فيها يو كان ستيل جيت بي اتش دي اوبورتيونيتي في اوروبا. ما تحتاج انك تكون عندك ماجستير من اوروبا ولا دائما عندك ماجستير من خارج السودان، لو عندك ماجستير من السودان تقدر تدمستريت التو بوينتس دي بتاخد من حق بتاع البي اتش دي. ما في اشكاليه في حاجه. سمري للكلام اللي عندنا، الانسان بقى ماشي بلد ممكن كويس وماشي ليه ماشي شنو ويخطط في فرصه كبيره جدا. احنا نحتاج يعني نحتاج نحاول ننظف فرصتي. ونحن كسودانيين للاسف الشديد احنا ما بنسيبه في ريسيرش كويس. يعني انا بمشي فرصه كثيره جدا يعني حاجه بس 30 مليون في دول اسمها مننا كثير، هي 5 مليون 4 مليون بيكونوا في سيتي. احنا ما بنسيب احنا وين يعني لازم برضه محتاجين كنا فكره عن نفسنا يعني احسن مالنا عليهم. احنا نحتاج نشتغل شويه عشان نطور بلدنا، عشان احنا نكون فيزيبل، عشان تكونتريبيوت للجلوبال كوميونتي حوالينا. ففي فرص كثيره نحتاج تبروف الاويرنس. يعني اي واحد فينا المفروض يحاول يعني سبريد ذا وورد، ان فرص موجوده تقدمه الانسان يجي شويه ويحاول انه يعني يجهز طلب بس جيده. الشيء الثاني اهم شيء انك تلقى برنامج البنات وبعدين نحن متأكدين مو بي اتش دي بس دارين ناس مو ماسترز عندهم مشاكل كثيره جدا ودارين سمارت سوليوشنز. في حلول كثيره يعني مثلا انا دائما صار في حزمه امبيزا في كينيا لا وجوش سفاري سيرفيس الحاجه دي عملت ترانسفورميشن للحياه في المناطق اللي في كينيا. هي دي بتاعت واحد جنيه في الخدمه بتاعت اسمها السعر عرضت في كينيا فعملت ترانسفورميشن حاجات صغيره في جوه المجتمع. بس بعيدة ممكن تدير تدني قبل بعدين ده الايمان بتاعي. فلو داير في اي اسئله اكاد كده عشان الاسبارس عليك ممكن تدخل في سلايد مكاشفه gmail.com او اسمي احمد @sinura.no. ف لو في اي اسئله لو في ترس ف ممكن ترسيني افضل في ما تنسي لا شكرا. كان ممتاز جدا جدا وفي كميه بتاع الحاجات فتحها للاسئله، لكن احنا عشان نصور بالفيديو الحاجات دي كلها احنا برضه حاجات بنعملها الدوكيومنتيشن بتاع اليوم بنحطه كله في اليوتيوب. والكونفرسيشن ممكن تتم هنا ده ممكن تتم برضه اونلاين ممكن تتم في الايفنت ده بتاع اليوم ده ممكن تتم في الفيسبوك. فاحنا دايرين الناس السودانيين موجودين داخل وخارج السودان كلهم يكونوا جزء من الكونفرسيشن ده، يعني جلوبال كونفرسيشن كده قبل الريسيرش والديفلوبمنت في النايت تايم السودان. دكتور احمد والله شاكرين جدا، شكرا جزيلا. والله حواصل هسه حيقدم لنا استاذ اسامه النصري اللي هو كان سينيور بروجكت مانجمنت في دال وريسنتلي بروموتد تو بيج بروجرام مانجر. فممكن تشوفوا الموضوع. السلام عليكم.
الناس يا اخوانا قاعدين وين ممكن تقول قدامنا ما في حاجه ما تخاف يعني ما حنا زعلانين اقول لهم ولا ليه حظات الكادر يكون مليان في حاجات كلها دي انت طمني انت طمني
من الحاجات اللي يمتلك مباحث افريقيا. في 500,000 برنامج بيشجعوا انه الناس من افريقيا يدعوا وانه الناس من افريقيا يقوموا بنفسهم كويس. فانت الميديا عندك ادفانتج اجينس الخواجه القاعد في اوروبا والقاعد في امريكا. دي حاجه عندي انت هو ما عندك. الحاجه الثانيه انت عربي من الوطن العربي برضو الناس اللي بيقدموا من الوطن العربي اقل كثير من الناس اللي بيقدموا من الوطن العربي. فدي برضه بتديكم حاجه بتبقى يعني مثلا انا قريت في فصل كان بكم 50 نفر ده الفصل بتاع الماجستير في الكاسبر كان كل كم 50 نفر كان في زي 23 منهم من الهند وكان في زي 10 كده زي من الصين خلاص؟ يس هم كتار بيقدموا كتير لكن لو كان في ناس ثانيين من فرص من حتة ثانية قدموا واصروا على البرنامج كان بروبلي they will have an advantage against الناس اللي من الهند او من الصين او كده كويس؟ انتوا برضو من conflict affected states يعني شو؟ يعني السودان من المناطق المتأثرة بالحروب. انتوا لاحظتوا حسين انت في البداية كنت طالب مؤهل بجيت افريقيا بجيت عربي بجيت في conflict affected state شفت انتوا امكم عليا كيف؟ وكمان لو بجيت بنت فدي كلها حاجات اوتوماتيكلي كده موجوده عندهم. معناته انتوا كل اللي محتاجين تعملوه انه من الواحد تبقى دول مؤهل انك تقدم للبرنامج ده من اساسه اللي هي دي الحاجات البيزكس. انجليزي كويس عملت الايدس بدرجه كويسه واكاديميك اللي كنت انت زول شاطر ما ضروري شاطر كده ديبنس انت يعني مثلا في يعني مثلا الناس البيزنس ما بيحصلوا عليك شديد كده كاتب بس انت ما تكون كاتب بس يكون زول حتتجع كده وتمشي بيكون مهم بالنسبه لهم انه انت زادك السكيلز حقتك شنو خلاص. لكن مثلا في الدرجات الستريكتلي اكاديميه بتاعت ريسيرش يقول شاطر يقول والله يقول لك حاجات كانت شاطر. فانت دحين لو ما شاطر في البدايه لكن برضه الديبنس على انه البرنامج ده كل برنامج حاجات مختلفه. طيب انت عملت الحاجات دي كلها وبديت برضه مؤهل انتوا كسودانيين طلعوا سودانيين قاعدين في القاعه دي برضه عندكم اديشنال كومبتيتيف ادفانتجز ما متوفره برضه لاي ناس كتير واللي هي شنو؟ اللي هي انه انتوا قاعدين في السودان محل تتلف في مشكلة صح؟ محل تتلفت في بيك ايشو مواجه مجموعة كبيرة من الناس صح؟ الايشوز دي اللي عندك هنا دي في الحتة الثانية برضه ما في صح؟ So you might as well المشكلة اللي انت شايفها في وشك دي لو كلمتها كده ده بتبقى فرصة وما عند الزول ده صح؟ يعني طيب احنا نتكلم هنا قال لك التصريف والقطن والمعاش والمشاكل دي كلها يا اخوانا اللي احنا ورا دي خالص. فانت كل ما تبنى ورا الناس قدر ما شايفها مشكله الموضوع ده اوبورتيونيتي. وانا هحكي لكم الحاجه دي ساعدتني كيف لما انا جيت اعمل اقدم للسكولرشيب حق الام بي اي لما نجحت في الصفحه دي حاجه. فالدرس الاول اللي انا قاعد اقول لكم الليله انه اوريدي into competitive big time بس انت تكون معي فما تعملوا فيها مساكين ونحن في السودان والله والحكومه والضرائب الظرف السيء اللي انت فوق حاليا is your best chance simply خلاص انت سلوه في النوع انه نحن we are competitive حسن ما محتاجين نشتري كثير فرصة الثانية نعم
ماشي بس نورمال للعالم. واللي هي داي سكولرشيبس فور كونفليكت افكتد ستيتس هم لازم 65 داي سكولرشيبس فور افريكان هم لازم 17 داي سكولرشيبس لعرب هم لازم 24 والحاجه اللي في الكل ما تعرفش لكن الميكرو يكونوا بتلعبوا فيديو جيمز يعني بدل ما تكون انت ماسك لعبه مدفع الشاشه شغال كده احسن تكون شايل سنايبر شوت يعني انت بتوزن كويس وبتضرب تاخد وقتك بالوزن وبتضرب لكن ما بتكون شغال يعني ما في ابلكيشن واحد بينفع للناس كلهم تعالوا نستعمل عشان كده يعرفوا دو يور هوم ورك يعني اي سكولرشيب انت بعد ما عملت السيرش ده كويس وشفت السكولرشيب الفلانيه بتاعت الناس حقين الكونفليكت افكتد ستيت اكتر الناس ده هيجيهم ما زال غيرين كده غيرين كده ذا جود نيوز انه في جزء كبير من الاسئله في السكولرشيبس تجمع بعض صح؟ يعني بيقول لك تحليل قصه عن ما عارف فده كلهم بتكون شبيهه ببعض لكن برضه في اسئله يونيك يعني مثلا لو السكولرشيب بتاع دايرين يعني كل مره في ناس عندهم سكولرشيب بيقول لك فور اكسبشنال ليدرز معناته انت محتاج تبرهن انه انت زول عندك سمات قياديه قويه عشان انت شنو تمشي في البرنامج ده او يقول لك السكولرشيب دي حق ناس افكتد باي كونفليكت افكتد ستيتس افترض انت برضه تحكي قصه ممكن جدا على انه انت كيف قاعد في كونفليكت افكتد ستيتس هذه انسان عامل انا عظيم وكده فيا you have to answer specific answers كويس يلا الحاجة برضه المهمة اللي أنا داير أنزل ليها شفت الأجوبة المعلبة دي معكم يعني الكلام العام كده يعني الوضع يعني ممكن زي يعني ممكن البنت تكتبها وممكن الولد ذاك يكتبها بنفس الصورة اللي هم ذاتهم عملوها كوبي بيست ونزلت بيقفل معاها يلا دي ما بتمشي أي ليه؟ لأنه معظم الناس بيكتب أي ورقة معلبة وانت كبير لو سكرت الورق المخصوص قدام الزول ده قاعد في راسه الورق ده كله معظم الناس بيكتب هنا أيوه معلم تذكروا كبير الريشيو بتاع الناس اللي قدموا للناس اللي أخذوا شفتوا ال 2000 نفر يعني في اثيوبيا قدموا 2000 وحاجه نفر في اثيوبيا قدموا قال شالوا منهم كم 40 الفرق بين ال 2000 وكم 40 ده كلهم ناس كتبوا أيوه معلم ما حكيس عشان كده يا اخوانا يعني عندنا في الماركتنج اهم ماركتنج تول انه انت يوتيل ستوري يعني في ناس الكوميونيكيشن بيقولوا ذا فيوتشر از فور ذا ستوري تيلرز يعني الناس اللي بيحكوا قصص يعني الناس اللي قاعدين الزول الجاي يقولوا بتجي خلاص فانت لما تجي تعمل الابلكيشن حقك لازم تحكي قصص تحكي قصص عنك انت الحاجه دي الابلكيشن از بيرسونال يعني شو يعني الابلكيشن كان ما كده عصرت قلبك كده وكبيت وكم جمعه كده اللي شفتها يعني حكي يعني قصه حقيقيه كده ده كانت حاصله عليك واثرت فيك دي الحاجه الوحيده اللي تفرقك من الزول الثاني اللي كتب الاجابه المعينه ده شفتوا 45 نفر ده الناس يا زول حكوا قصه السنه القصة ما لازم تكون مميزة من الآخر، ممكن تكون قصة كويسة يعني، قصة انسبايرنج، قصة كده، لكن هو في النهاية الزول ده داير في الفصل حقه الفوق كم 50 نفر ولا فوق 10 نفر ولا فوق كده، داير له ناس زيت كده، يعني ما أي زول، داير له زول كده ده يحكي قصة ينقل خبرة معينة لإخوانه الباقيين أو الزول ده اللي بيقولوا من الجامعة دي بيقولوا حاجة كبيرة يعني شنو؟ يعني لما يقولوا فلان الفلاني عمل الحاجه الفلانيه ده يعني بالنسبه له it was investment صح؟ يعني هو بيصرف عليك بالنسبه له ده استثمار للمستقبل صح؟ يعني ساي لو انت مشيت بدين زول عظيم في مكان ما الناس يقولوا زول ده جرى عندنا او لو بدين زول مقرش في مكان ما ممكن تديه توقعات على فكره الجامعه القاعه زي دي ولا تعمل حاجه صح؟ ممكن تكون شنو؟
There is no such thing as free lunch. يعني جاي تصور انت عندكم حاجه طيبه كده من جنبه يا حلو تدفع ليه؟ عشان هو جايب منك حاجه. فيو نيد تو شو هيم انه انت ورث ذا ماني. فهمتوا؟ هو لازم يفهم انه انت القروش اللي بتحطها فيك دي قروش ويل سبيند. خلاص؟ فبريبير يور ستوريز. خلاص؟ الدرس الثاني الدرس الاول قلنا كان شنو؟ انه انت يو ار اوريدي كومباتيتيف. الدرس الثالث انه يو هاف تو دو يور هوم ورك. ما تعمل الشغل بتاع الماشين جن سنايبر شوت. خلاص؟ واحكي قصه سمحه. خلاص؟ القصه السمحه دي ما ضروري تكون انت بتاعك هي اللي سمحه احسن تشعر فيها سمحه. انت ما سمحه شيء. خلاص؟ انت كل انت متحمسين اكثر من اللازم احسن تشابه يكون بسبب كويس. الحاجه اللي الدرس الثالث اللي هو مهم جدا ابدا بدري. خلاص ستارت بيرلي في كميه من الستورز يا اخواننا يعني زي ما بيقولوا المصريين اللي سبع اكل الندى البيج اول تشيل اول كمان انت تكون لسه بتتمحرك في انه داير ما عارف اعمل شو داير اعمل شو فانلس يو ار فولي بريبيرد ما تخش البرنامج اللي بعدين بتقول يعني ما في استحياء لا انت السنه دي كان ما جاهز ما تجهز نفسك مش السنه الجايه مش السنه واحده في السنه مين حاجه زي ولا في اكيد تقعد تشبك تقوم تقول يا اخي انا كده اقدم وتقوم تفشل في التقديم وتدخل معاك وتمشي تبرر مشاعرك جهز نفسك جهز نفسك. خلاص فانت ابدا as early as possible تبدا كيف تشوف السكولرشيبس المناسبه معاك زي ما قلنا البيت تشوف الريكوايرمنتس حقتهم شنو وتبدا تكسر الريكوايرمنتس دي صح؟ اي سؤال في الابلكيشن ده في وراك انت زي ما معاك خلاص؟ انت كل ما جاوبت زي ما عندك بين اجابه معلقه معناها انت ما فهمت الزول ده عشان. الزول ده داير يفهم انه انت مميز ليه؟ انت لو ما مميز امشي ميز نفسك حتى تلاقي كده. خلاص؟ يعني لو هو بيفتش على الناس عندهم اكسبشنال ليدر شيب جو اند ورك اون يور ليدر شيب. خلاص؟ امشي اتطوع لك في برنامج وخش في مجموعه وحاول تطور في نفسك حاجات عشان تيجي تحكي قصه. ما تيجي تقول قصه، ما تيجي تكتب لك كلام معلم. لازم تحكي القصه. خلاص؟ لو انت عندك مشكله بتاع اللغه مثلا امشي صلح لغتك تعال. عشان كده بقول لهم اكتب بدري عشان انت تعرف الناس دي دايرين شنو وتمشي انت تفلفل الريكوايرمنتس. خلاص؟ الحاجة الأخيرة في الدرس بتاع ستارت ايرلي إنه قدم كتير. خلاص؟ يعني وهنا تلاقي أنت قاعد فوق السفر. أنا لما جيت أقدم للـ MBA كان في امتحان اسمه الجيمات. الجيمات اللي هو الجنرال مانجمنت ادمشن تيست زي ناس التوفل والايلتس لكن سبيسيفيك للمانجمنت ستاديز. الوقت اللي انا جيت اقدم فوقه السودانيين ما كان مسموح لهم تعمل جيمات كجزء من العقوبات الامريكيه. قالوا ما شفتهم مفاصل. قال لي لك فاهم الطريق مشيت السفاره مع الناس من اخواننا بتوع السجلين عمرو البشير عارف الجيمات ده شنو؟